مرحبا بكم في حكاية تونسية. موضوعنا الليلة مرت البو، قلنا فما حكايات إيجابية وحكايات سلبية، مازلنا نستناو في الحكايات السلبية الإيجابية. السلبية ما شاء الله موجودة اليوم، باش نكملوا في السلبي معاك. بيا أنت أمك وبوك طلقوا وأنت صغيرة بكل عمرك 7 سنين وقتها؟ لا لا أكثر شوي، 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين. فاهمة شنو اللي صاير وقت اليوم أمك وبوك طلقوا؟ أي فاهمة وواعية. واعية وكان معناها قرار منتظر، حتى وأنا صغيرة كنت واعية اللي باش يصير فريق، معناها لابد منه. أنتم 4 أخوات بنات وأنت الكبيرة؟ أنا الكبيرة. الحضانة كانت عند شكون بعد؟ عند بابا. هذاك أي أنا قعدت مستغرب، علاش بوك خذا الحضانة وأنتم صغار؟ على خاطر أمي في الفترة هذيك ساعة صغيرة برش وما تنجمش تحمل مسؤولية ماديا، وتزوجت أون بلوس. وهو بابا كان أمنيته أن ولاده يعيشوا معاه، سعى للشيء هذا وتحصل عليه، وكان بسهولة برشا في الفترة هذيك سامي راهو باش الراجل ياخذ الحضانة، مش كيما تو. كانت سهلة؟ كانت بسهولة، ساهل برشا. خاطر أنا في بالي وأنه بصفة آلية كي يبداوا أقل من 10 سنين يمشيوا عندهم. يمشيوا عندهم، لكن في الفترة هذيك كانت بسهولة برشا. كيف مثلا المرأة ما تخدمش، ما عندهاش مدخول، تتزوج، خاصة كي تتزوج اوتوماتيكمون الحضانة تمشي للبو. ووقتها بابا الحقيقة هذيك كانت رغبته وهذيك كانت أمنيته اللي سعى لها برشا انه أولاده. نفهم من كلامك وأنه أنت وأخواتك علاقتكم مع أبوكم كانت باهية. اي احنا علاقتنا مع أمي وبابا باهية برشا، كنا متعلقين به خاطر عشرة معاه كمان فترة لبس بيها مع 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 أمي وبابا طيب وحنين ويحبنا وعزيز علينا برشا. أنا الحقيقة كي مشيت بحذاها باش نعيش حيرة بين أمي وبابا شكون منهم. بوك بعد لا طلق وأنت عمرك 9 سنين، هو عاود عرس وأنت عمرك قداش؟ عمري أنا 9 سنين. بوك طلق من هنا عرس من هنا؟ أي ما قعدش برشا الحقيقة، من بعد تزوج ما يحيرش بابا الحقيقة في الحكاية. مش حكاية يحير، خاطر حدا ثانية كيف من بعد ما طلقها من بعد تزوج بسهولة معناها وفي ساعة. مزواج؟ مزواج. الله يرحمه. الله يرحمه. اسمعي، ساعة أنت بيا تربيت في جو كيفاش؟ معناتها بوك كان شو كان يخدم بوك؟ مهندس. معناتها لاباس عليه؟ لاباس الحمد لله. معناتها جو باهي؟ اي لا الحمد لله، حتى كي كنا عايشين مع امي وبابا معنا كنا عايشين لاباس الحمد لله. المراه اللي خذاها كيفاش الاولى؟ المراه الاولى اللي خذاها خذاها مربيه، وكان قاصد الوالد الله يرحمه معناتها باش ياخذ امراه مربيه، معناتها خاطر يعرف اللي عنده 4 صغار واللي يلزموا شكون يعاونوا عليهم. كان في التربيه وكان في القرايه كان في كل، وكان ديما يركز على شكون وبنت شكون والنيفو انتليكتويل بور لوي سيتي تري تري امبورطون. ما عاد خذاها من مستوى به. اي خذاها من مستوى به، زوجة محترمة. سوف اللي صار من بعد سامي ما كانش كيما كانت تحكي توا، رحاب حرك وضرب ونحي الماكلة ونحي لي، سيتي بلو بروفون كسا، أعمق من هكا برشا برشا. اللي صار هو المرأة هذيا كانت عندها غيرة كبيرة ياسر من أمي، وكأنه العكس صار، وكأني هي أمي هي اللي خذت لها راجلها، مش العكس، مش هي اللي خذت راجلها، كانت عندها غيرة مفرطة لأمي. حاول الوالد في الأول باش يفهمني ويفهمنا، حاولوا ما تحكيوش ياسر على أمكم قدامها، حاولوا كان عندكم حاجات لأمك خبي، موضوع أمي ما يتحكيش في العائله، ما يتجبدش اسمها، حتى تفدليك حتى النكته اللي معناها لطفي يكونش عليها 100. برافو عليك. معناتها الموضوع هذا مش جمله، لا مش موجوده، معناتها الوالده مش موجوده. الحقيقه والله كنا متوعين احنا، عاقلين، نحبوا بابا برشا، حبوش يتغشش، داكور فماش مشكل، ما نجبدوش، ما نحكيوش. بعد بشوي بشوي ولات تقولوا لويه هما يمشيوا لامهم، تو امهم تبدلهم علينا، تو امهم تبدلهم افكارهم، تو امهم تاثر عليهم، وهذا الشيء راه باش ياثر لك بالطبيعه. ديما تمشي للي بوان فيبل نتاعو اللي هي القرايه،
اللي هي التربية، اللي هي اللي هو الجو العام في الدار، واللي كان يهمه ياسر الجو. وبابا بتيبتو هكا اي بيش نور رايك يناقشها، يتناقشوا مع بعضهم، ما تخليهمش يمشيوا لامهم. انا ننصحك ما تخليهمش. وقت اللي صدقني سامي الشيء اللي كانوش يعرفوه بالكل، اللي امي كانت حتى كي نمشيوها لي غار فوا اللي نمشيوا لها، خاطر من بعد ولينا نمشيو مره في شهرين، مره في 3 اشهر نشوفوا امي. باهي، خاطر تقول من بعد حكيت قطع العلاقه تماما مع امك، قداش دامت؟ والله دامت تقريبا عام. عام ما ريتوش امكم بكل، بعد عام ولا يخليكم تشوفوا فيها شويه؟ شويه خايف، كان خايف نحسوا فيه، وحتى من بعد يخاف منها معناتها؟ لا خايف اللي تجم تكون كلام مرته صحيح. فهمت. نجم يكون صحيح، نجم كلام امهم ربما تتأثر عليهم وتكبر لهم نفوسهم وتخليهم ويأثر هذا الكل على قرايتهم، على حياتهم، على الجو في العائله. وقت اللي طبعا ما كانش صحيح بالكل، بل بالعكس امي كانت حاسه اللي هي ضعيفه قدام بابا ماتيريالمون سورتو، وخايفة على الكليبر نتاعنا، وخايفة على قرايتنا، وخايفتنا كانت تقول العكس تماما، بوكم ردوا بالكم واسمعوا كلامها، عايش ولادي وما تغلطوش وفات اتونسيون ومنا، بل بالعكس كانت تعاوننا بسيكولوجيكمون كي نمشيو لها. لا يزي نشوفوها ديجا احنا نرتاحوا، نروحوا فرحانين، نروحوا نضحكوا، لا يزي هي معنويا كانت معاونتنا. امك عملت صغار اخرين؟ اي. وبوك كيف كيف؟ لا من الزوجه الاولى لا. لا من الزوجه الاولى لا ما جابش اولاد. فهمت. دايوغ دي فوا نقول انا اوغوسمون، معناها بالعكس انا ما نتمنالهاش ما تجيبش اولاد، اما نقول كيما ريحه بالضبط. القصه هذه كيما ريحه بالضبط. لا 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 بالعكس لا 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 ما نعرفش ربما كان جابت اولاد كنا نقربوا اكثر وتقرب لنا اكثر. لا لا نقول في الحاله نتاعها هي لا. لا ما نتصورش. لا ما نتصورش. تعقد الامور كان تجيب صغار. اي ربما. لسبب تو نحكي لك من بعد علاش تتعقد الامور. لان خاطر مع زوجته الثانيه بالعكس كي جابت اولاد قربنا اكثر. انت راك ماكش حاسبه امك الثالثه. خاطر عندك امك هي الاولى. انت ديما تنسى في امك. زوجته الثالثه قلت. زواجه الثالث. امك هي الاولى. لا لا امي الاولى. ومن بعدك عندك الثانيه اللي ما تفهمتوش معها. اي. قداش قعد معها الثانية بالله؟ أربعة خمسة سنين. خمسة سنين. أيه. خمسة سنين كانوا كافيين برشا كهو متعبين معناتها. أي على خاطر علاش قلت لك شوف سامي هو راهو كان خوفه الكبير على علينا من قرايتنا وراحتنا، كان خوف كبير. شنو اللي خلاه يطلقها بعد خمسة سنين؟ أي تجاوزت حدودها. كيفاش؟ كوتي ميشونستي تي تري ميشونت. اللي تي تري ميشانت والحاجه اللي كانت شافعت لها اللي احنا ما كناش نحكيه للباب. فما ياسر حاجات صارت اللي نخبيوها عليه. على خاطر كيما قلت لك راهو عندنا محبه مش عاديه للوالد الله يرحمه. وراحت وحتى احنا زاده وسون بيانيتر في الدار، انا كي راه بابا باغيزومبل يروح تتغشش ما تطيبش وما تحضرش وتدخل هي تسكر على روحها وهو في سالة حتى كتاب ويقرا وتغيست، هذيك الكل كان يأثر فيا. وانا كنت انت الكبيرة في خواتي، كنت حاملة حاملة هذا كل انا ونشعر. ما قعدتش برشا الحكاية من 9 سنين خمسة معناتها 14 سنة كل شيء وفي المرأة مشيت على روحها. ما اي وقت اللي انت 4 سنين سامحني في العمر هذاك 4 سنين نهار بعامرة و فهمت. سامي سيتي با فاسيل. حسب ما تقول انت سوء معاملة المرأة هذه ليكم انتوما كانت هي سبب الطلاق؟ اي كانت هي سبب الطلاق. ان كومول اللي هو خلى الوالد طلق سورتو زيدا بوسيبل ياسر ما سالتوش. جو ني جامي بوزي دو كيستيون سامي انا راه وحتى لليوم فما دي بوان دانتيغوغاسيون على برشا حاجات. نحبش ندخل في تفاصيلها. كيما شنو هما؟ كيما مثلا علاش انت ما قعدتش معاها؟ على خاطرنا احنا كهو زعما ولا خاطر ما جابتش اولاد ولا هذوما الكل. ما نحبش معناتها تعرف اللي دونز ان كوب فما ديما مشاكل اخرين معناتها ما فما مشاكل اخرين سيتي مشاكلنا احنا راه. بابا راجل طيب ياسر وباهي برشا.
أما في نفس الوقت ذكي ومثقف ويفهم مش ما يفهمش يعدي أما مومنتاني ما يعدي عادلين بيع عرس بثالثة بعد كمان اي بيانسوغ ما ضيعش وقته برشا بالله عرس بثالثة بعد خدش وقت ما قلت لك انا راو انا ما نتصورش اللي بابا المرأة اللي خذاها عن حب هي امي كهورة ما انت اللي بعد خذاها ما كانتش عن حب وكان واضح والثالثة خذاها للمصلحة سيد ام والثالثة وكي ما تحققلوش الشيء هذا طلق الثالثة تزوجها بعقله برشا زيدة وبتبيع معاه هي نتصور كان فما مشاعر حسيتهم خاطر كبرت وليت نفهم ونعرف شكون يحب وشكون ما يحبش وشكون للمصلحة وشكون مش للمصلحة جاب منها صغار هذي؟ أي جاب منها زوز خواتي ولادي جاب منها صغار نرجعوا للأولى خاطر الثانية الحقيقة باش نقول في كلمتين عليها كلمة حق اللي ما انتعشنا معها بالاحترام والقدر قعد معها لاخر حياته ما اي لاخر حياته اي اي كمل معها لاخر حياته هي كانت مرا ذكيه زاده ما كما قلت لك انه ما انت سامي ما عملتنش كاولادها ولكن كنت عارف ربي على الاقل معنا فما حاجات ما تخاف ما تعملهمش معنا ما كانتش تجرح ما كانتش ديما حتى كنت فما مشاكل ديما نقول له لو كان جات امي ما هي راهي تغشت على الحاجه هذه احنا زاده كنا كما قلت لك احنا وليدات عاقلين ياسر دقة متربي واجهنا مشاكلنا بقوه مش بضعف مانيش اللي نهار كل نبكي واللي امي مش معانا لا حقه بابا زاده نحبوه قلت لك نحبوه برشا وخممنا على مصلحته هو انت اعلاميه ومثقفة وذكية وعايشة وشفت برشا حاجات أعطيني زوز شنو النجم نقوله خاصة للمراهقين وشنو النجم نقوله للمرأة تدخل على عائلة معناتها شنو لو بون كومبورتمون افوار شوف أنا بالنسبة للمرأة اللي تدخل على عائلة وتدخل على أولاد الحقيقة لازم الأول تعرف علاش قادمة خاطر راهي مسؤولية كبيرة وراهو الصغير تعمل له حاجة راهو مستحيل مستحيل باش ينسالك أنا جي ما عنديش ميموار الحقيقة ننسى 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 نسيا لكن فما لحظات سامي إلى يومنا هذا من زوجة بابا لولا ما نسيتهمش سامي قعدوا راسخين في ذاكرتي وماذا بيك تنسيه؟ ماذا بيا وما نجمش ننساه فهمت ما نجمش ننساه راهي مسؤوليه نحب نقول لهم وراهي مسؤوليه كبيره راهو مستقبل اولاد مش لعبه راهو مستقبل اولاد مش مستقبلك انت شوف الاغلبيه سامي اللي ياخذوا رجال معناتها انا عندهم اولاد الاغلبيه نسمع من تكون كلامك انا قاعد نسمع من كلامك زيد شويه وباش تقول فك عليك اي فك عليك معناتها كان باش تاخذ راجل عنده صغار لا فك عليك يفو ميو فك عليك بقل مشاكل راهي صعيبه على الاخر مسؤوليه قدام ربي وقدام العباد وك الصغيرات كي باش يكبروا باش يحاسبوك وراهو اللي باش تعملوا معاهم باش ياثر على مستقبلهم إيه انت تو على علاقاتهم من بعد تو انت تحت بمراه هذيا اللي هي بالرغم اللي هي مربيه كانت تضرب فيك على خاطر انت كنت عندك تصاور متاع امك تشوف ما كانتش تضرب فيا الحقيقه ضربتني مره انا في بالي ضربتك على خاطر انت مخبيه تصويره متاع امك اي وقتها انا عرفت اللي امي خط احمر معناه بالنسبه لمرت بابا راهو مستحيل باش تخمم نهار انك تجبد حتى ولا تحكي حتى بالكذب على امك حتى بغلطه اي نتفكر بون مادامك انا الحقيقه امك عمري ما ريتها مادامك انت مزيانه نصوروا لي امك كانت مزيانه ها امي مزيانه ياسر أه؟ اي يمكن هذاك علاش فما شويه اي فما فما سامي فما فما ما فماش تفسير اخر معناتها انت باش تلقى لها تفسير شنو هو تفسير اخر لان كما قلت لك العكس صار معناتها انت خذيت رجلها علاش تغير منها؟ شنو السبب؟ شنو السبب اللي يخليك ترى تصويرة أمها بنية صغيرة عمرها 9 سنين متوحشة أمها عندها تقريبا عام ما شافتش أمها مبيتة تصويرة أمها تحت مخدتها شنو يخليك تضربها؟ شنو يخليك تعطيها كف؟ يقعد ذكرى ما تتنساش طول عمرها كل ما تتفكرك تتفكر الكف ذاك علاش؟ شنو اللي يخليك؟
ما فما حتى شيء. إيه هنا هنا حتى سبب. قولي لو كانت طولت تكلمت قلت عاركت والله نقول أمي مرت البوي يزمها مسكينة ترد بالها أكثر على خاطر كل ما تعمله محطوط تحت المجهر معناتها معناتها من حبة ينجموا يعملوها قبة معناتها إيش راهو دور مرت البو أصعب من دور الأم بالنسبة للصغار أصعب برشا أصعب برشا اللي تربي في ولاد راجلها صعيب ومش ولادها باش تدخل في العائلة متاع راجلها ولاد وصعيب ياسر أصعب وشنو التصرف السليم التصرف السليم هي مطالبين بالاحترام من ناحيتين نجم أنت ما تحبهاش كيف أمك وما تنجمش تحبها كيف أمك ومش مطالبة باش تحبها كيف أمك لكن فما دي ليميت متاع احترام من الطرفين معناها هي زادة مطالبة بالاحترام أنها أمك كانت نجم تزيدها وتعطي كف ما يفسرش وما يبررش أنها هي تضرب مثلا ليه سمحني يا دكتورة رو شنو هو سبب الكف مش نحكي تزيدها وتعطي كف تو كي قالت ضربتها على منش شنو ولا عادي عادي كما قلنا تو تجم لهم لكن السبب اللي تضربت عليه شنو ما انت سبب معناه من 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 منين باش مش باش منين باش تاخذوا سبب مازالت حيه هي تو ما اي مازالت حيه معناتها تسمع فيك بس راهي تقول قداش بغضيه بعد السنين هذه الكل تتفكر ال... لا لا تعرف اللي هي كانت ظالمه بالعكس انا فما ياسر حاجات ما حكيتهاش سميت خاطر تتسمى سوف خليها فرصه باش تقول باش تقول سامحوني يا الاولاد سامحوني معناتها اللي حكيته انت تسمى خفيف بكل مقارنة باللي صار. إيش نقول لك؟ هي مستنا في العمق. كانت تتعمد. مش ما تقصد بالعمق. لا أنا سؤالي جوست باش نفهم حاجة. كيف تقول عمق معناتها ستي معناتها نفسيا سيكولوجي نفسيا مش عنف جسدي معناتها. يا سامي احنا ما عمرنا رانا عمرنا قطاف قد ايه؟ أنا 9 سنين شنو 9 سنين؟ شنو 7 سنين؟ شنو 5 سنين؟ أبرياء وليدات صغيرات حاجتهم بحنين. تحرموا من أعظم وأحلى شيء في الدنيا هو حنان أمهم فماش ما فماش حاجة تجرم تقهر الصغير وتدمره وتتعبه قد ما هو وبالحياة أون بلوس تحرم من أمه بالحياة مش مادة قضاء وقدر الله غالب دو توتي فاسون ما عادش باش نرى أمي أنا لا أمي موجودة كيلكو باغ أنا عليه مع المرأة هذه الغريبة هذه اون سو بوز دي كيستيون ما نجموش نلومو على على صغير عمره 9 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين تجي تقول لي باغ اكزومبل انت اليوم زاد انت خاطر هي مرت بو يلزم الاحترام ليه الكلام اللي قاعدين تحكيو فيه اكبر من عقلنا اكبر من امكانياتنا احنا مشينا مهزومين احنا مشينا مجروحين احنا مشينا تعبين معنويا سامي راه ماهوش ساهل انا نتفكر بيت تصويرة أمي تحت مخدشي بيت لي كاملة نبكي لنصبح الصباح نعود نزل التصويرة نعود نبوسها نقولها توحشتك تعدى شهر تعدى 2 أنا ما نجمش نوصف لكم العذاب اللي حسبي بالمنطق متاعك زيد شوية تو تيسق على على راجل عنده صغار باش يعاود يعرس أنت لا لا أنا نيسق على المرأة عندها راجل عنده أولاد باش تقدم على هال المرأة اللي رجلها عنده أولاد لازم تخمم فيها 1000 مرة في مرة قبل ما تاخذ القرار هذا حتى الروحة هي بس حتى الروحة معناتها حتى اللي هي مش سهل اللي هي صعيب برش كيما ينجم هي ما يميش تولي سهلة ياسر كيما عملت المرت مرتبوها سهلة عادي بالنسبة لي حتى نمشي لهم حتى نعمل لهم حتى مادام يحبني والمرأة كي في الراجل يحبها تولي تحس بقدرة عجيبة في أنها تقضي على الانتوغاج متاعه واللي دايرين بيه وأول شيء تستهدفه هي أولاده أول حاجة تستهدفها هي أولادها غريبة هذه موجودة في الحضارات الكل والمجتمعات الكل والطبقات الاجتماعية الكل المرأة كيف تحس روحها قوية تقضي على الانتوراج نتاع الراجل وتجيب الانتوراج نتاعها معناتها تنجم تكون ملكه ولا تنجم تكون ما نعرفش انا تخدم في خدمه بسيطه على الاخر النتيجه هي بيدها معناتها تبعد عليه الانتوراج القديم لا توما لاحظوا الراجل اول ما كي بدا عنده اولاد ويحبهم محبه مش عادي وبعد يا اخو امراه اول حاجه يقول لك يبدا يحكي يقول انا مستحيل اولادي قدام المراه انا ليه انا راجل انا مراه تجي تقول لي اولادك ولا شنو والدوام ينقبر 5 سنين من بعد بشويه بشويه
منا تحاول منا خاصة المرأة اللي تجيب أولادها خاصة المرأة اللي تجيب أولاد من بعد يصعب عليه باش يعاود حياته يصعب عليه باش يعاود يطلق منه الوجديد ويعاود ويتم أولاد أخرين ولذا شكون اللي تظلم في الحكاية الكل ديما الصغار من عائلة مطلقة هما الضحية نجم نحكي لك علينا احنا ما تنجمش تحاسبنا على حتى شيء ما تنجمش تحاسب ولاد ملايكة يتسميه وراهم شكون احنا لو كان ما جاش احنا لونتوراج نتاعنا اللي هما كبار العائلة كيما عزيزي ماماتي ناس الكبار اللي كانوا يحكيوا معانا وحاسين بينا وفاهمين اللي قاعد يصير لنا شيء مش عادي ما نشوفوش امي حاجه كبيره ياسر حاجه مش عاديه واحنا نعرفوا اللي امي موجوده كانوا هما هكا بكلمتين فاهمين شنو اللي باش يعملوا ترى شنو باش يقولوا باش يقولوا بالقوه باش يصير مشاكل في الكوبل اذا الضغط يجي علينا احنا يلزم العقل يجينا من عندنا احنا اللي احنا صغيرات يلزم الرزانه تجي منا احنا يلزم ليكيليبغ نتاع العائله احنا نتحكموا فيه الصغار مش هما الكبار يتحكموا في اعصابهم ويتحكموا في مشاعرهم ويعرفوا كيفاش ياخذوا كل الاولاد الصغار ليه احنا لقينا روحنا قدام مسؤوليه كبيره وخاصه انا اللي كنت كبيره العائله مع اخواتي اللي مسخفين مع بابا اللي ما نحبش بابا يتقلق ولا راه حزين ولا راه يفكر ولا راه متقلق توسا على فوا مع وحشي ولامي كنت نحب نشوفها كل دقيقة كل لحظة كانت حلمة باش نشوف أمي توسا على فوا قراية ومسؤولية والشارع أون بليس فما حاجة إمبورتونت سامرة كي تمشي وتقرا مع الصغيرات وترى أماتهم تجي وتراهم في ديارهم في ديارهم يجيهم أصحابهم احنا منع علينا باش يجيو اصحابنا مثلا لي زانيفيرسير مستحيل نعملو انيفيرسير في الدار ويجيو اصحابنا في انيفيرسير ولما مع وليد الصغار كيفنا في اعمارنا سيتي انتردي باي انا يلزمني نعطيك الكونتر اكزومبل خاطر ما نجموش نقعدوا في السلبي هكا خاطر فما برشا وانا نعرف حتى في الدنيا نساء معرسين برجال عندهم صغار والامور ماشيه والحمد لله ونعرف مثال حنان الجملي مرحبا بك صفقنا عليها مرحبا يا حنان عمرك 26 سنه انت استاذه فرنسيه وامك وابوك طلقوا وقت اللي انت عمرك 10 سنين واختك عمرها وقتها 7 سنين هل ترى كانت بالنسبه لك صدمه كبيره معناتها تلاقى امك وابوك ولا لا اون رياليتي لا خاطر جيتي بخيت Mais les hommes, les 6 ans, ils sont séparés, donc c'est bon. Je vis avec mon père, mon papa vit avec lui, à la roche. Femme. Donc j'étais prête. Divorce, c'était pas un choc pour moi. Adi. Mais tu m'as quand même talqué. Talqué, juste une blèche à voir quoi. Exactement. Bouc, arrêt, بعد قديش من عام تليق. À peu près un an et demi, كيك. أما عرس ببنية صغيرة أبو كل عمرها 23 سنة. أي. معناتها وأنت قديش عمرك وقتها؟ وقتها عمري 11 ans. 11 ans. وهي عمرها 23 دي وخوات من؟ à peu près. مي وحسب ما نرى لهنا اللي الامور مشات لاباس نجم نقول ولا؟ وي سي فور سيلا كو سا ما شوكي توت الوغ اللي سمعت وقلت لا غير و سي با سا ما عشتش هكا انا كيفاش عشت احكي لنا؟ بون انا كي مشيت وقتها ميم با عندها دو موا ملي عرست كي مشيت وين؟ مشيت عند بابا خاطر انا كنت نعيش عند امي. اي دونك سيتي اون اني معناتها سكولير ما نجمش نقعد عند بابا ديريكتومون دونك كنت نمشي في الويكاند في لي فاكونس اي تو كنت نمشي نقعد بحذايا فرونشمون ديجا وقتها ما غزرتليش ستاتيو اون مير وما غزرتش زاد لا ستاتيو دون بيل مير. غزرت لها اون امي وكاها وما نعرفش معناتها جيتي تخي جون وكل و بالله ابوك قداش عمره؟ 38 داكور اي دونك اي دونك بون هي سيتي بيان اوكيبي دنو وقتها وفما حاجه صارت في البيريود هذيك هي اللي خلتني ما نخافش منها وقتها عندها كالتليفون نوكيا كالقدم هذوك ميكرون صفر وكل شيء هزيت التليفون قلت لها باش نلعب جو هزيت التليفون كلمت امي كي رجعت نورمالمون حسب ما بعد اللي سمعته نورمالمون تعمل لي دراما وبابا يسمع بالحكايه وتدخل بعضها بيان او كونترير
طفات الضوء عم تروح في بلاش. من بعد 3 سنين سمعت لي هي طيحتني معناتها ديجا سايي وفي بالها بكل شيء. كانت بالعكس نقولها باش نلعب تليفون تقول لي هاك برا. لقات ميم با انا وقتها من بعد نقلت من تينجا وليت نسكن مع بابا والكل. لقات تصويره ايفان حطتها في كواتر وحطتها لي عتبني قلت علاش مخبيتها تتغفص ودار شنو يحطها سي اون فيغتي. معناتها حكايتك سي معناتها بالحق الكونتر اكزامبل نتاع حكايه بيا بالضبط ما يكونش عليها ما اي اكزاكتومون. وقت اللي اختي كانت صغيره على الاخر معناتها كانت هي تدوش لها هي تمشط لها هي تعمل لها كل شيء. هي جابت صغار ولا؟ لا من بعد قالت ما نجيبش من الاول حتىش جو مونترين معناها. تترينا من اي تترينا وتوالف بينا قالت تر سخت باش نحن نكسبتي وخواتنا كي يجي. قداش قعدت تترينا؟ بون اون غرو 4 ans. ومن بعد جاو صغار. ومن بعد جاو خويا. جاو صغار هل ترى العلاقه تعكرت ولا قعدت به؟ لا قعدت هي بيدها. لا والله خير خاطر فما دفا خويا يقول اش فيك تحايل على البنات. خويا الصغير هذايا يعني. فهمت. يقول اش فيك تحايل على خواتي الكبار. وخويا قعد يمكن الاج دو 4 ans 5 ans يغزر لها يقول لها ماما يا اخي كيفاش جبتها حنان وجيهان؟ تو هما كبار هكايا خاطر فما ديكالاج دو 16 ans بيناتنا. انت كيفاش جبتها حنان وكيفاش وجيهان و وديما يعرفنا ملي حل عينيه يعرفنا معاه ديجا. يا اخي سامحني كيفاش امك حيه وانت بديت تعيط لمرت بوك ماما؟ اي شنو المشكل؟ سي اون شونس دافوار دو ميغرا. مش رزينه واسمع راني انا نسال نعرف بس. نعرف لا لا فما حتى أنا مشكل. واحد عنده ميمته اي ربي يفضلها له بيان سور. معناتها حتى كانت تكون العلاقه باه يا خايبه اللي هو ما هذيك هي ام وجات هي الاولى معناتها هي الوالده كيما نقولوا اكزاكتومون وي سي فغي. عيطت لها ماما بسهوله معناتها؟ لا او ديبي لا انا قلت لك سيتي سامبلومون اون امي وكاها تو سامبلومون سيت اون امي عايشه معايا وكاها خاطر جيتي بريت كو مون بير يل فا سو ماري يل فا فير سا في ودار شنو دونك سي توت افي نورمال. مي بعديك فما برشا حاجات صاروا لي برشا مواقف عشتهم معاها خلوني بالحق يعني ما نقولش كان جات امي راهي عملت هاك وهاك. إذا خذيت الموقف نتاع أم تصرفت كيما أي أم. لين في الآخر أنت وليت تكذب في المكتب وتقول لهم رأي هذيك أمي. اكزاكتومون ليش تكشف المرة هذه؟ وتصغر في عمرك أنت. اكزاكتومون. وتصغر في عمرك أنت باش وتقول لهم هذيك راهي أمي. وصلت نقول اللي عارف بضمان أبوي. خاطر كي جاو يحسبوا 13 ans ديكالاج. حساب مش مقابل بعضه. لا صحيت وتشوفها هي وتشوفني أنا دونك وقتاش كيفاش. تظهر أخوات إي دونك الناس الكل ديما نقول هذيك أختك الكبيرة. دونك ما تجي ما تعجبنيش اختي الكبيره خاطر انا الكبيره. دونك ما عنديش اختي الكبيره هذيك ماما. وعندي امي زاد ربي يفضلها وعايشه والكل. وبالله شنو معناتها امك هالجو السليم الموجود في دربوك امك البيولوجيه كانت فرحانه بيها؟ اي هي كانت محضرتنا راه. ديما كي تمشيو غاديك وقتها في لي فاكونس وفي لي ويكاند كي تمشيو اقعدوا عقلي احترموا هضره شنيا ديجا يعني عباره حضره التيغان باهي. دونك نحن كي مشينا ما كانتش عندنا فكره لا هذيك سي اون بيل ميغ سي لا سورسيير نتاع كاسندريون بلونش نيج وهذيك سي لا ميغ اللي باش ديما تبقى تبكي عليك. بيان او كونتخيغ بيان او كونتخيغ كي مشيت انا ما مشيتش عملت مشاكل علاش قلت لك بكري لا كيغ اون ديغي شادين بالسلاح وهذه غلط معناتها تقول انت الجو اللي يتحط فيه الصغير قبل ما يقابل مرتبوه مهم جدا مهم ديجا فما لي بري ديسبوزيسيون نقولوا اكزاكتومون كيفاش يبدا بري ديسبوزي كان ترى قالوا راهو كلام باهي باش تلقاها مرا باهيه وعاملها باحترام وكذا ينجم يعطي نتيجه باهيه كان من الاول يقول له راهي مشومه ورد بالك كان تضربك وكذا 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 ينجم يكون عنده تاثير سلبي. اي هو من ناحيه هذيك صحيح ديجا هذاك علاش انا كنت نظر لها اونامي من الاول خاطر انت بمجرد انك تقول سيما بالماغ الناس الكل تعمل كل غريماس ومسكينه أخو ما فماش مسكينه. فما كلمه مسكينه فما مع... مسكينه مساكن انا وجيهان مساكن. خاطر انت صغيره بكل انت قداش عمرك توا؟ 26 عمرك 26 سنه. ومعناتها تقول انت توا في عصرنا هذايا معناتها 10 سنين التالي ماكسيموم. اكزاكتومون. كي واحد يقول هذايا مرت بابا يقولوا مسكين. مسكينه اي دون لو سونس حاجه نيجاتيف والا وقت اللي باش نعملوا ديميناجمون باش نمشيو عند بابا فما كتريستيس في الوجه مش تريستيس نتاع سيباراسيون باش يبعدوا نو خاطر دو فاسون ما فغي ميغ تعيش في المانيا دونك سيباراسيون موجوده عرست هذا هي وشافت حياتها ومشات تعيش على روحها في المانيا اي دونك فما كنظره نتاع لي فوازان والكل نتاع ومسكين باش تعيش عند مرتبها باش تتعذب ودرا شنيا. مي بون انا كي مشيت ما لقيتش مالغير انا عملت كلكو افونتور مي سيتي با ما خلصتش معناها ما كليتش تريح بيان كونتخي خبيت عليا
Je me rappelle pas mal de trucs, tu as rabbit allé. Yani كنت ما خلاتليش الفرصه باش نقول اه كان جات امي راهي عملت هكا. باهي فيك حكايتك ايجابيه. خلينا نشوف حنان مع تعب نقولوا مع مرتبوها ولا مع ماما. مع ماما. اوكي سي بوكو بيان ميرسي. بون فوالا دو بيل ديستوار. حكايات تونسيه جميله. خلينا نكملوا في هذا النسق الجميل والسليم في البوزيتيفيتي هذايا مع سي كريم عيسى. صفقونا عليه سي كريم عمره 27 سنه فنان. كريم انت عاد انت نجمو نقولوا نسبيا حاله قصوى انكا اكستريم على خاطر امك عرفت رجلها بفضلك انت. اي سافي. هي امك وقتاش تلقى؟ انا جاي 12 عام. 12 سنه عمرك. اي وكانت العلاقه متوتره في داركم؟ على الاخر. معناتها نهار اللي امك وبوك طلقوا وانت تفرهدت؟ ما تتصورش قد بالحق معناتها باش نعمل زرده في الدار فهمت؟ لا خاطر فما عباد ما يعرفوش اللي يقولوا هذاك ام وبوه مطلقين مسكين. ساعات راه اطلاق ارحم برشا من ام وبو معرسين وعرك وسياح وواحد يولي يروح للدار مفجوع وباش يلقى ام وبوه ياكلوا في بعضهم فبالتالي ساعات الاطلاق يولي حقيقه وانت تاكد كلامي يولي رحمه هكا ولا افكتيفمون اي انا اون فيت ديجا معناتها بابا وصل هزني للمغرب وما قالش لامي معناتها انا جاي وقتها 3 ans فهمت اما بالرسمي معناتها لو فيت اللي صار الديفورس انا فرهت على الاخر معناتها اونفان باش نعيش معناتها ترونكيل كل شيء هدوء فوالا اي دون لو فوا سوفون راهو ديما معناها دون لي كوبل ويا دي بروبليم ديما نقولوا راهو ان ديفورس كي ريوسي il est moins toxique pour les enfants qu'un mariage qui échoue sera rik profi bi a معناها محيط ماهوش سالي c'est une règle باهي قداش قالت امك بعد اللي تفارقت من بوك؟ بون بقيت انا وياها وحدنا عامين. باهي وعلاقتك مع بوك كيفاش كانت؟ بون كنا نتقابلوا كنت نمشي بحذاه معناتها هو ديجا عرس ميم با 3 موا عرس فهمت؟ هي معناتها انت تنجم تعطينا وجهه نظر مشيرتين. صحيح. وكيفاش كانت مرت بوك؟ بون انا بابا كي عرس ما قاليش راه. ما قالكش؟ بعد سمعت بعد جاني عمي قالي فهمت بون ما تشوكيتش خذيتها معناتها على ليجير فهمت المرأة كيفاش كانت؟ بون من الأول كنت ماخذ فكرة اللي أنا مش باش نقبلها جملة من بعد عطيت فرصة قلت نمشي وكل شيء بون كانت المعاملة باحترام ما عندناش حتى مشكلة بعديك من بعد عامين بون أنا جيتي دوي معناتها بالقراية أما جي با لي موايان باش نشري كتب والا جرايد والا دونك تلقاني بالحق كنت صغير من كشك لكشك نهز في الجرايد بشويه ونقرا فما ان اوتو ايكول معناتها يبدا تعرف خدمه الاوتو ايكول يحوث وكل شيء يدور كل يوم يراني في نفس البلايص كل يوم معناتها نفس السيناريو يتعاود كل يوم في نفس البلايص يراني دونك تبعني بقى يتبع فيا من بعديك ولا فين يراني عند الكشك يمشي يجيب لي الجرايد اللي في الكشك هذوك من الكل اي من بعد تعرف على امي انت قديش عمرك وقتها؟ انا توا ليه وقتها؟ وقتها عمري 14 عام 15 عام متعرف على امك؟ تعرف على امي وعرسه والعلاقه كانت؟ اكثر من طيبه معناتها هو راهو لهنا هذا كيف كيف بعديك باش نعملوا خلاصه في الكلام اللي تقال الكل عاده الراجل كيف ياخذ امراه عندها صغار وتبدا علاقته طيبه مع المراه الجو يكون باهي مع الصغار سي ان كليشي ولا لا لا صحيح عليك صحيح هكا ولا لا كي يبدا العكس اصعب اما كي يبدا الراجل شيخ مع المراه ولاقي معها راحته يحبها يحب صغارها من اذا حب يولي يقبل كل شيء يقبل كل شيء شفنا معناتها تو مثلا بوها خذا معينه منزليه معناتها نشوفوا في برشا حالات خذا معينه منزليه على خاطرها فرد في اولاده معناتها يقول لك حتى وين مشى بعيد على الاخر وانا متاكد وأن بوك حبها المراه هذه بالكدا بالكدا باش وصل العمل هذا والله كل بريود بعد ما طلق معناتها انا عمري ما ريت حب ما بيناتهم بصراحه معناتها انا حتى قبيله تحكي باي على الغيره اللي ما بينات
هي غارت من امرأة قبلها وعايشة، هذه غارت من امرأة ميتة. معناتها نحن عندنا تصويرة متاع أمي في السالة نحي. والغيرة من الميت أصعب من الغيرة من الحي. يخافوا من المقارنة، يعني تخاف لي ولي قارن بينها وأنا ياسر نشبه لأمي، معناتها عندي غير ميتة تدور لها في الدار. لطف عليك. به كريم السيد نتاع لوتو ايكول، شو اسمه؟ اسمه صالح. صالح به أيه. سي صالح، كيف حب امك حبك انت وكانت معاملته اللي كنت طيبه؟ افكتيفمون. سامحني حاجه، فما مثل عندنا، معناتها مثل شعبي نقولوا الوساده تغلب الولاده، فما أيه؟ بالك في الصغار معناتها. اون فيت اذا كان المراه هي الربان نتاع الدار، فهمت؟ أيه؟ دونك اذا كان هي تعرف تسير راجلها باش يحب ولادها باش يحبوا، إذا كان هي باش تكره راجل في ولاده وهو بيده تنجم تكرهه راهو معناتها. باهي، أنا موافقك نقولوا إلى حد ما، على خاطر زادة الراجل ماهوش بلاي ستيشن معناتها بالتيليكوموند. سي سي تا تا شنو سي سي؟ إيه والله والله نقولوا اللي عندها المرأة تأثير كبير. باهي، مش زادة حتى هو يلزمه زادة مش بلاي ستيشن كبير برشا. اما ديما الراجل في باله يعمل في اللي هو يحب عليه. استاذ خليت روحي وحدي، فماش حد يجي معايا شيء. لا مش صحيح، مسكينه عندها تاثير. معناها اون بلو ياسر لي جون نايف، معناها كوم سي لوم مش نايف، مش لوم لوم ايمانيبولي بار لا فام. عندها تاثير، قال لك هو لوم، هو ما يقول لك لوم مش معقول ايمانيبولي بار لا فام. مش معقول عندها تاثير، مش معناها ايمانيبولي. شوف مع الدكتور اخويا انا خاتيني، انا نشوف واحد يرى رايه، وانا نقول لك مش بالصوره عندها هذية. تاثير كيما على اولادها، كيما على راجلها، كيما على اولادها، كيما على معناها هكا، معناها اولاد، معناها مش اولادها هي. تاثير متبادل، الراجل ماهوش ماريونات، هو بين معناها عنده سا بروبر استراتيجي. واللي كا اللي شفناهم الكل معناها بون، الاخت بيا معناها الكا نتاعها انت قلت سي تري بروفون وحرب، معناها سي فروا بارده، لكن دي استراتيجيه راهم. انتم عندكم فوتر بروبر استراتيجي، وهي غلطت غلطتها الكبيره انها حبت تلعب دور الام، ودونك تلقى البلوكاج لانه من غير ما تقول لك، من غير ما تقول لك، هي حبت تروحوا لامكم تمشيوا بحدهمكم وترجعوا كما تقول انت فرحانين وموردين، هو طبيعي بالنسبه لي. هي غلطت انها تحسوا هذاك المفروض تفرح به كيما عملت لابل مار نتاع، هي غلطت كانت تغش منه. دونك هي حبت تلعب مش لازم توصل لكم وتضركم، اللي غلطت فيه هي خذت الدور نتاع تحب تفك الو غلط، هذاك دورها غلط. دونك لو ديكليك ما صارش، لو ديكليك اللي هو شنو معناها، احنا نرجعوا للظروف الاجتماعيه. اذا كانت عاونك تنشأ الاولى والافكار الاولى تقع كديكليك لادوبسيون، سوا فوز ادوبتي سات بالمار، لادوبسيون ما صارتش باش تقعد لا فان كانت دارة مشات هي على روحها. لا لا لا، قلت لك احنا كان عندنا الاستعداد. ما عندكمش الاستعداد. شوف لا سامحني، ما عمره ما كان عندك الاستعداد. لا 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 والله انا نقول لك عمره ما كان عندك. والله في هدية سامحني. حاجة باش نقول لك مستحيل لك نجم يكون عندك. ما ينجمش يكون عندك. فما مرت شريرة وفما مرت بو طيبة. ما فماش اللي يقعد ديما في 9 سنين و 8 سنين و 7 سنين، ما نجموش نلومو على سنين، ما نجموش. مش شرير هو في وضعه، هو هي شريرة، يحب ينجح. هي شريرة في بالها، هي باش تنجح بالطريقة هذيك، في بالها كيف تبعدكم على امكم باش تنجح هي، في يظهر لك وقتها يولي شر، في بالها هي كي تقول بوكم مثلا ولا الايب بعد ولادك ولا نقص لهم هي تربح، هي غالطة. ما يسامحنيش تقعد في هذه ديما مسؤولية الكبار، انا بالنسبة لي ماهيش مسؤولية، مسؤوليتها هي زادة ومسؤولية ماهوش مسؤولية. تلقى طفلة صغيرة عمرها 9 سنين عندها تصويرة أمها تعطيها كف شريرة. أنا ما قلتلكش صحيح، أنا قلت لك هي مسكينة إليسي، معناها مازلنا نعطيوها ما عندهاش حتى مبرر. إي أنا معاك، لكن شفت دوتر كا وقت اللي تبدا ثم ظروف مهيئة ما ثماش دي زابريوري. هي شخص آخر، هي امرأة أخرى، هي من تينة أخرى، هي امرأة طيبة، هي امرأة باهية، وأكا هو راهو كل واحد وتينته، كل واحد وطبيعته، كل واحد واخلاقه. لا معناتها الحقيقه، شوف ما يلزمهاش ياسر راهو تفسير الحكايه، فما الشر وفما الخير. لا مش هكا تفسر الدنيا، مش بالشر وبالخير. لا بالشر خاطر الشر موجود عند الناس كل والخير موجود عند الناس كل. لا مانيش موافقه انا الحقيقه. سي سلاح تغشش اليوم، انا اول مره الراجل سلاح مغشش. مش غشش اما سوسيدي، خاطر قاعدين اون نيجليج ان بو
اللي لا سوسياليزاسيون اللي يلزمها تقع تو علاش نجحوا ليك الاخرين على خاطر سون كيما قلت بكري بري ديسبوزي دونك لو ريست يتبع سي اوني بري ديسبوزي رانا اون بو ادوبتي دونك انت امك الحقانيه قالت لك لا واعمل هكا واعمل هكا اوكي ثم دي مير كي جو اوسي خاطر لا مير معناها بيولوجيك اللي توجور بريزونت دون لا سين فاميليال نتاع مرت البو اللي مرت البو تعيش في اللومبر نتاعها يعني في ظلها كل شيء تتقارن بها ما عملتش هذيك مش خاطر امي تعمل خير هذيك خاطر ديما اللي توجور دون لومبر دونك هي اونتي معناها ديما عايشه في الرعب نتاع وهي غلطتها انها تحب تاخذ البقعه الكل وهي المفروض ما تاخذش البقعه لانها ما تنجمش تاخذ بقعتها كل واحد وبقعته دونك كان تلعب دور كل واحد وبقعته كيما عملت بالضبط امك قالت لها خرج تصويره امك وحطها هذيك هذا الدور الحقاني اللي هو يتطلب مستوى معين وقت اللي تقوم يقع هذا تتعدى الامور كل خاطر يقع الادوبسيون مي لو كونترير الاستراتيجي غالطين ينتج عليهم هكا التشنج والتوتر والبو في الاخر يرى مصلحه ولاده دونك الى فيني بار لا شيء معناها يتبع يسيبها بعد خمس سنين فوالا نشوفوا علاقتك مع بوك في التقرير هذا يا سي كريم عيسى اي شوفوا التقرير عمصار يعطيك الصحة عايش الله نغزل الوليد صغير يتعدى قدام كشك متاع جرايد واحد ونغزله ويبدا يثبت في الجرايد ويبدا يقرا 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 ونعمل دوره ونرجع القديمة يقرا كيك وهو صغير حتىش لي قعدت مستغرب وقعدت نتبع فيه بشويه بشويه حتى شفته فين يسكن وفين كذا وبعد شفت امه ايه كيك سي بار لا سويت كو تعرفت على امه وقت اللي كتبنا صداق البلديه وقتها امه خارجه في الكهرباء معايا هذيك معنا بقات ديما في مخي انا يعني. خزر لي هو صغير ابريتو قال لي يا عم صالح رد بالك على ماما انا سي كيك شوز كي تحسها يا سلام يحبوا بعضهم يقدروا بعضهم ما عندي حتى مشكلة عبارة مش معناها ولدي أنا وحدي عائلة عايشين ما عنيش المشكلة ذيك بالكل ديما يحس علي ديما يخمم علي خويا ذاك الطرف مني مش معناتها عبد آخر ولا معناتها هو طرف مني أنا رفيم معناتها نهار آخر باش يكون كيفي وأنا ماذا بيكون خير معناتها مش كيفي فهمت حبوا باش أخويا كي نبدأ نواياه نحس معناها بالأمان نحبه برشا لما نقول له ربي فضلك ليا وربي يخليك هنا عنا زوز اليوم منورينا خمسة ضيوف في الاستوديو على يساري عنا زوز حكايات سلبية زوز حكايات إيجابية وفي الوسط عنا حكاية دمار وفي الوسط عنا حكاية دمار أنت فسر لي علاش نهارة اللي سمعت وأنه مرت بوك حبلة حاولت تنتحر طول مش نهارة اللي سمعت بها نهارة اللي ولدت نهارة اللي ولدت هي ولدت وانت مشيت باش تنتحر شوي ساعة انت وقتها قداش عمرك؟ سيز كبيرة كم ما تفهم معناتها اي وشنو اللي صادك معناتها؟ انا خارجة من نقرا اي ورفيق معناها واقف يستنى في تاكسي هو وعمتي مشي للسبيتال اي لا كلمني لا ما اون جيغي مانيش متعجب من قدامي مرته باش تولد على اعصاب والراجل ولدت هي ديجا هو مشي لها اي ما عجبتنيش ما عجبتكش مشيت عملت محاولة انتحار طلبته في التليفون هو خديته هو ريتو خديت تاكسي طلبته في التليفون قلت له يا ربي فضل لك من زيد لك و ونساني حسبني مش موجودة يا اخي هو خذاك بجدية ولا ليه ما علقت رحت للدار شربت باهي شنو اللي صار من بعد؟ نهاري في الأورجونس من بعد جاني هو ما حبيتش نحكي معاه ما حبش؟ حبيتش انا نحكي معاه. اي؟ هو نخزله معناه وقت. سامحني يا اخي انت شنو تلوم عليه الراجل وانه جاب صغار مع مرته الثانيه؟ خاطر سيزون كاملين انا وياه صحاب مش بو وبنته. تو دانكو جي حد يفكهولي. اسمع نحن نحكي معاك بصراحه معناتها
هذه شويه دلال اللي يخلف الهبال يعني هذه ولا انا غلط ما عرفتش تعيطوني انتم بلغه السوسيولوجي والبسيكياتري سي اون ريلاسيون تري فيوزيونيل هذه الدلال اللي يخلف الهبال هذه معناتها ما اي مسكين الراجل مش عمل لهم بعد جاي ما جانا المال يعني بعد جاني انا ديجا انا وياها مرتبا من الاول ماهوش قابل احد احد في الدار خاطر يعرف معناتها حتى حد لا انت لا خواتك لا انا لا خواته لا عزيزي لا يرحمه لا حد علاش به خاطر يعرفوها هي اول امراه عرفها في حياته ايه ماهوش عيب حب ولا معناها هو وياها بعد تعرف على ماما فوالا قص معاها خذي ماما جبني انا طلق عاود عرس عاود طلق وبعد رجع لها هي في الاخر شكون يحبها فوالا هذيك هي البروبليم هذيك هي البروبليم معناتها يحبها بالحق معناتها بوك صادق في مشاعره تجاه مرت بوك اي حتى كي عرضوه معناها عمي وعمتي كيفاش ترجع لها تاخوه قال لهم حبي لول فهمت شو تعمل شو تعمل الله ما عندك ما تعمل لهنا مش ان بو ايغويست سامحني هي عنده الحق باش يعيش اي عنده الحق باش يعيش باهي داكوغ هي من الاول معايا سافا معناها قبل العرس العيشه اليوميه كيفاش كان؟ ما نعيش معاها هنا مع امك ما لا مش مع ماما مع عزيزي وعمتي نخرج انا وبان عند ويكاند علاش تخرج فيها؟ علاش معناها علاش ويكاند تعديوها مع بعضكم؟ علاش مش انا؟ اي هو عنده الحق معناها عند الحق سمح ما هي عند الحق ما عايز بنته معدي معها ويكاند وين ويني معناتها يا معك جمعه كامله اه ما يا اخي قاسمين انتوما انت بنت وهو مرته روح حاجتين مختلفين يا بايا فسر لها معناتها جمعه وست خاطر زاد صغيره يقول لي هي ماهيش فاهم معناتها ما لقيتك حتى لهنا سافا خذيها يحبها سافا اما وصلنا للصغار اي فوالا من قابلتها من قابلتها نورمال خاطر ما فماش صغار حتى بنتي تعمل لي مشاكل علاش تخرج فيها وك كان ماشيك فيها خليه ما انا نخرج مني فيها بعد كي جبت الصغير تحولت عليا وليت علاش هذيك تقولها وهذي ما تقولهاش هي صغيره باش تخرجها يعجب بها ويكاند شي ما تخليهاش تخرجوا معها باش هبطها لوطه بنته مش باش تعجي مع ويكاند حسيرو انا يظهر لي اللي انت محظوظه على خاطر بوك يحبك برشا في كل الحالات وهكا وراك بوك عمره ما فرط فيك معناتها ليه فرط فرط في الاخر فددته كيفاش اش عملت له بوك باش فرط فيك ما عملت له شيء هبطت ستاتيو على الفيسبوك هبطت ستاتيو على الفيسبوك تقولي ما عملت له شيء شو كتبت له فيه ستاتيو برسم لا انا ما كتبت شيء عليها هي كتبت عليه هو هي فهمتك هو كتبت في ستاتيو قلت معناها انا وياه صحاب مش بو بنتو ريليسيون تاعنا هكيكا تو دان كو جي شكون يفكوا منه اما ما جبتش الاسم اللي قلت فيها كلام خايب حسيرو ما باش خلوها من المريخ واحده جايه ما ظاهره شكون معناتها ما قراته هي قراته عامله في بروفيل تنصص عليا بيه قراته وراته اما ما وراتهوش الكلام قالت له كلام اخر راهي بنتك تسب فيا على الفيسبوك طلبني اي وانت سبيتها ما سبيتهاش ليه ما قلتش فيها حتى كلام قلت فما شكون جاي فكوا مني با بلوس مش سبيتها قلت كلام خايف لا حتى شيء ما قلت هاو هم ضيوف لا لا بصراحة هي بدات زادة هي معناتها يمكن غفران يمكن انت توا عمرك 19 سنة بوك مغشش عليه قداش عنده؟ سي موا بريسك ست اشهر انا يظهر لي كان استغلوا الفرصة نتاع اليوم باش تطلب السماح من عند بوك ان شاء الله خاطر من بعد انا متربي عندها ساعة اولا فما حاجة راهو هذه ساعة انا متاكد منها 1000% اللي المشاكل العائلية عمرها ما تتفض باللي ستاتيو على فيسبوك اللي مشاكل في الدار يا في الدار يا مختصين يا سوسيولوج يا بسيكياتر يا بسيكولوج يا حد يدخل بالحسنى من العائلة وكذا اما مش باللي ستاتيو فيسبوك اللي باش نفضوا المشاكل ومش حلو مش حلو واحد ينشر غسيله على فيسبوك بالاخص كتب حكايه تعديت وكذا داك لما كتب حكايه تغلي ومزاد الدنيا ماكله بعضها وكذا كما انت تهبط ستاتيو هكاك ماهيش فكره يمكن باهيه برشا انت ظاهر وانك تحبه هكا ولا برشا تحبه برشا هو يسمع فيك هو وتحبه برشا وظاهر وانه هو زاده يحبك برشا ما دامك انت تحبه برشا هكا ولا لا علاش هالسيباراسيون هذه ما يحب يجي ساكنه معايا في الدار ايش تحبوا يعني يقسم روحه على زوج
ما فهمت. انا وقت اللي ساي تعاركت انا وياه انا عند عزيزي وقف له كيقول لي كلمه ما يقف في كل شيء. وقت اللي توفى هو ما قام لي حد معني حتى باش يحامي عليا حتى باش كيكش عليا هو كل شيء هو خاطر انه با صحاب اما انا وعزيزي ام جغي طفله وبنتها يعني رجل وبنته. فهمت كي كي توفى عزيزي كها سي بون احنا دارنا كبيره وانا وعندي كها وقعدنا فيها قال لي علاش ما نجيش انا نخرج من الكري نجي انا بحذيكم مش كان انا قلت لي حتى عمتي قالوا له لي هو قال كنت وفق غفران من الاول اوكي نجيبها ونسكن وانت وافقت؟ ليه قلت له ليه؟ قلت له ليه؟ ما نجيبهاش نسكن يمكن هو حاس روحه كي تغدر شويه معناتها كي كان يتصور وانك انت باش تقبل معناتها وتاخذ بخاطر وتقول اي يمكن كيف انت قلت ليه هو تغشش وخذ تغشش وخرج وخرج ونطر عنده الحق باش يتغشش ولا؟ عطيني حل فوقنا ابني فوقنا اسكن اما ما احنا فرد بلاصه اللي بالعكس انت هي مش مدخلك مش مدخلك انت والله علي والله يعني تخسبي انت في نعيم في نعيم انت الحمد لله معنا انت انت في لا الحمد لله دكتوره بشير اش قولك في اللي سمعته الكل؟ شفت انا نشوفوا اللي الاشكاليه مختلفه من واحد لواحد، مثلا بالنسبه ليكم انتم الزوز المشكله معناها المرت البو جات تحب تاخذ بلاصه الام وكانت مش باهيه معاكم وانتم كما نقولوا اللي مشتاقه لامها اللي توفيت اللي محرومه من امها الموجوده، بالنسبه لها هي خذيت بابا مني. معناها لا غولاسيون اوديبيان اونتر بارونتيز ما نصعبوهاش احنا ياسر ما نقولوا احنا قريبه ياسر 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 اللي لدرجه انها تولي كاني كونكورونت معناها هذيك اللي جات فهمت دونك من بعد كيفاش باش تصير الصراع هذايا كيفاش باش توفى حسب العلاقه اللي كانت تربط هيك الصغير هذاك بامه حسب علاقته ببوه كيفاش حسب لونتوراج كيفاش باش يحضروا حسب مرت البو هذيك كيفاش باش تتصرف معناها يا بليزيور فاكتور كي فون انتري اون جو اللي هما باش يخليو كيفاش باش توفى الحكايه كيفاش باش تكون معناها دكتوره بيا قلت لها شنو تنصح امراه باش تعرس براجل عنده صغار قالت لها نقولها فك عليك انت كدكتوره اش تقول؟ انا كدكتوره نشوف اللي يلزمها تعمل اللي تحط في بالها اللي هي مش باش تاخذ بلاصه امهم اللي امهم تقعد هذيك موجوده متوفيه ولا حاضره راهي امهم ال دو ريسبكتي لا ميموار دو لور مير معناها ال دو ريسبكتي حبهم لامهم انهم يذكروها انهم يجبدوها انهم يقعدوا يحبوها تحترم هذاك فهمتني انها ما تتكلمش عليها بالخايب ولا تمنحهم ولا وانها حتى كان تحس وهو سي هيومان بشويه غيره ولا بقلق ولا مش معناها مش لازم باش توصله لهم ولا تضرهم دونك تعرف كيفاش تتصرف هذا اهم حاجه انها تعرف كيفاش تتصرف باش الناس كل تعيش في سلام معناها سي ان ايكيليبر كي فا سو كونستروير باش تبني حاجه جديده نتصور فما برشا عائلات اليوم يتفرجوا فينا وعندهم مشاكل داخل الاسره كيفاش نجموا نتجاوزوا المشاكل هذه انا نقولهم اساسا هيك الصغيرات عاونوهم راهم حتى كان يوليو اغريسيف حتى كان تعمل حاجه كيما هكا تضرب مثلا ولا راهم هما مساكن معناها فاقدين امهم بالموت ولا بالحياه راهم يلسون اون ديفيكولتي يمكن في حاله اكتئاب يمكن في حاله دمار نفسي مهما يكون الكبير يراجع روحه وهيك الصغيرات هذوك وحتى كانهم مراهقين اكثر واكثر عاونوهم وحيطوا هيك العائله باش كل حاجه كيما نقول كل واحد ياخذ حقه ويقعدوا هما ديما فيكتيم غولاتيفمون حتى كان كل واحد مسؤول في العائله وهما بريتو محرومين وواحد يعاونهم معناها. سي سلاح الوضعيه هذه مسؤول عليها الاطراف الكل بما في ذلك الاطفال راهو. يعني حتى هما بيدهم راهم سون تريز انتيليجون. علخ. معناها دونك كل اللي باش نقعدوا نغطيوا عين الشمس بغربال ونلعبوا لعبه لي فيكتيم لي نايف لي جون راهم يسون ريالمون تريز انتيليجون وقت اللي يلفول ريالمون عندهم لور بروبر استراتيجي يحبوها هما باش سانستال راهم هما يبوف امبوازوني يسموها الحياه نتاع الطرف الاخر لين يكروا في دبشو
يكروه في حياته يسون كباب دو لو فير. انا موافق اما زاد ما نرميوش الكل لا مانيش انا قلت لك سقطك الكل نقولوا انه ذكي وفاهم وعنده مانيبيولاسيون اما زاد ما نرميوش كل شيء. لا لا انا خديت الطرف اللي يعتقد انه ديما هو لا قلت لك راهو حتى هذاك ينجم يكون مساهم في المشكله. كل الاطراف ما نهيئوش لا كتبنا لا قرايتنا لا ثقافتنا لا قصصنا لا رواياتنا دونك هذه تسهل مش بالضروره. لكن ايضا في نفس الوقت نقول ما ثماش الفشل التام وما ثماش النجاح التام. كل حاجه تتبنى على ضوء المتدخلين الكل. اذا كان هما يلقاو الاكيليبر نتاع الوضعيه هذه تتبنى بشكل ناجح راهي تكون علاقه عاديه وكل واحد في مكانه. لا الجديده تاخذ بقعه القديمه ولا الطرف البو ياخذ بقعه البو الاصلي. حي ولا ميت ولا لب حي ولا ميت ولا سي سلاح. شكرا دكتوره بشيخ. شكرا جزيلا عليكم. تصفيق على ضيوفي بيا الزرقي. شكرا على قبول الدعوه. تحرى خير الناس كلهم. نتقابلوا في حلقه اخرى من حياتي. ان شاء الله تحرى خير.